احنا نظن ان الاباء لا يحتاجون الى عاطف. الاب يستحي ان يظهر. الاب بحاجة الى عاطفة، مو فقط الطفل الصغير بحاجة الى عاطفة. الشباب ما يفهمون هذا الشيء، كثير منهم، ولكن في يوم من الأيام إذا هم أصبحوا آباء وأصبحوا أجداد يفهمون هذا الشيء. الأب بحاجة إلى عاطفة، الأب بحاجة إلى تدليل، عطف. هذا الظمأ في النفس، ظمأ في الروح، لا يسده شيء. طبعا بالشكل المناسب، الأب يخجل أن يظهر ذلك، وكلما يطعن في العمر يحتاج إلى عاطفة أكثر، ويحتاج إلى حنان أكثر، ويحتاج إلى مودة أكثر. الأولاد ينبغي عليهم أن يفهموا ذلك، يفهمون لغة الشيوخ ويفهمون لغة الكبار. الكبار لهم لغة معينة لا يفهمها الإنسان إلا إذا هو صار كبير. الأب يحتاج إلى عاطفة.